100,000 ريال تندفع جياد وافراسي 3 سنوات في شوط تكافؤ من 0 حتى 75 مسافة الى 1200 متر شوط السرعة لمن يذهب هذا المساء هنا توك تقول يذهب ايضا للبحث عن المسار الداخلي هنا ايضا فاتلة في المسار الداخلي مع محاولات التقدم من قبل ود نورة ايضا في المركز الثالث ظهور لوفا الكريم في المرتبة الرابعة كذلك تعشق في المرتبة الخامسة مع صراع في الصدارة ما بين فاتلة وكذلك محاولات الظهور لتوك تقول في المرتبة الثانية فاتلة في الصدارة مع عبد الله العوفي في المركز الأول الاقترام المنعطف في الأخير بدأ الصراع بدأت مراحل الحاسم الآن فاتلة لا زالت في صدارة هذا الشوط توك تقول المرتبة الثانية وتعشق في المركز الثالث مع محاولة وفا الكريم في المرتبة الرابعة من يأتي للظهور لا زالت فاتلة هي من تسيطر حتى الآن على هذا الظهور المميز لفاتلة ابنة توفيش الفلم في المركز الأول بقيادة العوفي عبد الله إذا تذهب فاتلة للصدارة والمركز الأول ألف ألف مبروك لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز تدريبات عبد الله